هنا بمنزل المجاهد مراد بقشورة في بلدية الرئيس حميدو بالعاصمة، وقبل 63 سنة تم وضع اللمسات الأخيرة قبل اندلاع الثورة التحريرية المباركة في اجتماع 23 أكتوبر 1954 من طرف لجنة 6 أعضاء، مصطفى بن بولعيد، ديدوش مراد، كريم بالقاسم وغيرهم من قادة الثورة. اجتماع 6 كان في 23 أكتوبر 1954، من ستاتك تعرفوا شكون دابها سي مصطفى بن بولعيد الله يرحمه والرفقاء تاعو بوجياف وكل الجماعه هنا كانوا جاو عندنا في البيت ديالنا في الدار ديالنا هنايا دار العائله تاع بقشوره مراد وبقشوره مجيد خاطر كانوا زوج عائلات ساكنين هنا. لا ريونيون دي 23 اكتوبر سي اون ريونيون ديسيزيف سي اون ريونيون ماجور ايسونسييل سي لا ديرنيير وين اتفقوا على اسم تاع جبهه التحرير الوطني، اتفقوا على جيش التحرير الوطني، اتفقوا على اعلان لا بروكلاماسيون دي 1 نوفمبر، واتفقوا على لا دات تاريخ تاع 1 نوفمبر. اجتمعوا هنا داروا يعني القرار ايزو ادوبتي كاع لي ريزوليسيون تفاهموا وتفاقوا خداو التصويره هذا كنت تشوفوها هذيك كامل سته. وزير المجاهدين الطيب زيتوني عند زيارته مكان اجتماع القاده السته اكد ان هذه الوقفه جاءت للترحم على شهداء الوطن وترسيخهم في الذاكره والتاريخ الجزائري وتحويل هذا البيت الى مقر مكتبه او متحف قريبا. الوقفه نتاعنا مش وقفه يعني نمر عليها مره الكرام، لا، الوقفه اليوم وقفه يعني ترحم، وقفه تذكير، وقفه تحمل المسؤوليه بالنسبه لهذا الجيل وبالنسبة علينا كمسؤولين. الوقفة نتاعنا كذلك لتشجيع الباحثين المؤرخين الطلبة الباحثين وكل ما علاقة بكتابة التاريخ وبحب يعني محبتهم للتاريخ ومن الجزائر أن نبرز هذه اللي كانت ربما إلى وقت ما يعني يغلب عليه الطبع النسيان. أن في هذا المقام كذلك يعني لازم ما نتركش هذا المقام أن يبقى في هذا الحال، فاتفقنا مع السلطات المحليه تكون دراسه لان فيه قضايا نتاع عائلات الى غير ذلك، فلازم نبث فيها ونلقى الحل المناسب تنرجع هذا مقر يعني مكتبه متحف صغير مقر ليشرف التاريخ ويشرف يعني البلديه. وزير المجاهدين في هذه المناسبه قام بتكريم بعض ابناء الشهداء والمجاهدين، مع هذه الزهور كعربون محبه وعرفان لمن بذلوا انفسهم في سبيل الحريه.